سلام خويا ميمو، سلام باش يتبعني ويشاهد فيا. عندي حكاية باش نحكيها لكم صارت عليا. كنت نخدم في السعودية، برشا عباد يعرفوني كنت نخدم في السعودية. ضربت فيها 6 سنين خدمة لاباس والحمد لله. توا عندي عام ونص، روحت فاكونس تاع 3 شهور. ثم واحد جارنا يعيش في إيطاليا اسمه محمد علي العبيدي، يقولوا له الليسا، يشهروا فيه يقولوا له الليسا، يعيطوا له الليسا. عيش في إيطاليا، طاح بيه خويا قال له، وجيت في جا في الجمعة اللي جيت فيها هنا، قال له خويا ما ثمش كونتراتو لإيطاليا؟ قال له موجود. قال له قديش؟ قال له ب17. كلمني خويا قال له يا خويا يخدم في القهوة، قال لي راه القهوة راهو ثما كونتراتو. ونايا حبيت نمشي، نحب نمشي من قبل، نحب نمشي للأوروب ديما، ماذا بيا إنسان حاجة الأحسن الأحسن. عاد مشيت القهوة تفهمت وياه، قلت له كونترات وقديش؟ قال لي ب17، تعطيني 7 هنا والعشرة غادي كاين، ونحن ابن عمك جاب جبد السماء وما. وانا مازلت كي غير جيت، لا نعرفش الحكايات القلبات هذه وحكايه الواحد ما نعرفهاش. ونا قلنا بالعم بن عم وواحد ما انسان ما يعملهاش، وعنده 21 سنة ولا 22 سنة في إيطاليا ما يعملهاش. عاد خذا 7 ملايين وبعث له، قال لي بعث لي تصوير تاع باسبور، بعث له تصوير باسبور. ما هو كيفاش بعث له باش ما كذبونيش، وخذا 7 ملايين ومشى. كل شهرين وشهرين، كل شهرين وشهرين، شوف توا عندي عام ونص ولا اكثر، ضيع علي اوراقي في السعوديه. حتى انسان يهود ما يعملهاش، يهود ما يعملهاش، اسرائيلي ما يعملهاش الحكايه هذه. ولا اله الا الله محمد رسول الله. ولا جالي كونترات وحكيت معاه مره واحده، وعندي التسجيل كيفاش حكيت معاه واش بد حكايه فلوس وكل شيء. هو اسمه محمد علي، وكتب علي العبيد. نطلب من العبيد كي يشوفها ولابس لك، كي يشوفوه بالله يقول له رد له فلوس، انتم بن عم وجيران، علاش تعمل لي كيمك؟ وضيعتني في فراقي، وضيعت في كل شيء. يا خويا يرد لي فلوسي، يرد لي فلوسي، تنهبط له الفيديو اللي هو رد لي فلوسي، ويرحم والديك. يا خويا ما ردتش لي فلوسي، ماشي باش نشكي، بالنسبة لي انا باش نقدم بيه قضية، ونهبط لك فيديو ثمانية، نقول لكم راه ما ردتش لي فلوسي، وردوا بالكم منه وكل شيء. تولي كيك عملية تحايل. يا خويا يرحم والديكم اللي يشوفه، اللي يقول له رد لي فلوس. كلمت مكالمة واحدة وسكر على بعد، كان بدل فيسبوك، مرات يحل مرات ما يحلش. تو عنده جي 3 شهور ولا 4 شهور ما عادش يحل، حتى يحل نطلبه قبل ويسوني ما يهزش. ورقمه بدله ثمانية، وكل شيء بالوثائق، مش يلعب. لحظة برك، تو يجي نقول لك كيفاش يجبد حكاية فلوس. الناس صرف منهم 1.5 مليون بعد ما رجع عذاب. لا اله الا الله محمد رسول الله. واحد يعلم بيه ربي، قلت ان واحد ديما الاحسن الاحسن. الحمد لله. وين لاباس عليك؟ الحمد لله لاباس والله، يا ربي يرضى عليك. صحتك لاباس سامي مالك؟ والله انا بسامي. ودي وينك شحوالك؟ الحمد لله عايشك، ربي يبارك. وين الحمد لله؟ احكي لي فتحي المال فتح يا وشاه نير.
اعطوني الموعد في في جانفي. آه من في جانفي. وش تعمل؟ والله محمد علي وما تعرف انت طال ما اقولش ليك حتى الحاجه. واحد يعلم بيك ويعلم يعلم بيه واحد كرب. ايوه اسمع. شوف 15 23 جام. فهمتني؟ انت اصبر انت صبرت صبرت عشيق. ما خاطر هو سي قدمنا قدمنا. ما خاطر محمد علي لو عندي واحد اخر قال لي والله ضيعني في واحد اخر ثاني. ها وخرجت ثم شكون ثم الانسان اللي خرج مش ثم مدة شهرين يطلع. والله واحد قال لي مدة شهرين يطلع. صرف منهم صوار صرفت منهم مليون ونص على اوراق. مليون ونص معناها مازالوا ليس 6 ملايين ونص عنده عاطيه 7 ملايين كل شيء بالوثائق وكل شيء بالنسبة لأي واحد اللي يشوفه بالله يرحمه ولا يقول له ردوا فلوس يقول لي راه باش نقدم به الشكوى وذاك هو وبعد كين القضاء يجري ياخذ مجرى يرحم والديكم وغيب السلام.